ضمي في سواحل جربة وارتفاع عدد الناجين إلى 31 شخصا. إحداث خط تمويل جديد للبنك التونسي للتضامن لفائدة صغار منتجي الحبوب. في اليوم العالمي للمسنين أنشطة متنوعة لتحسيس بأمراض الشيخوخة ودعم لبرامج التكفل بكبار السن. وفي العالم، حزب الله اللبناني يفند دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان وينفي حدوث أي اشتباكات برية مع قوات العدو. والأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب اجتياح بري واسع النطاق للبنان. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى نشرة الظهر من الإذاعة الوطنية. في متابعة لحادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جربة، ارتفع عدد الناجين إلى 31 شخصا بينهم أجنبي، فيما تم انتشال 15 جثة وفق ما صرح به الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين جبابلي صباح اليوم لبرنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مؤكدا تواصل عمليات البحث عن مفقودين. اليوم استأنفت عملية البحث عن مفقودين بالتنسيق مع الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إضافة إلى طائرة المروحية، ليصبح العدد الجملي كل الناجين 31 شخص، والجثث أصبحت 15 جثة بما فيهم 3 رضع، تم تقسيمهم على المستشفيات بمدنين وتطاوين وجرجيس، كلهم توانسة. ثم زوج أجانب، واحد من بين الناجين والآخر من بين الجثث. وبطبيعة تم عملية تعرف صارت من طرف الأهالي، وتم إجراءات بطبيعة الحال تتبع في خصوص عملية تسليم جثث الأهالي وعملية الدفن. والمجهود مازال متواصل على البحث على بقية المفقودين، وتم بحث جاري بطبيعة الحال في فرق الترشيد البحري في جربة مع التنسيق مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية في خصوص بقية التحريات اللي تتبع للحادثة هذه. من جهته، كشف وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في مدنين فتح البكوش للزميلة لمياء بن غالي أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف 4 أشخاص يشتبه في كونهم وسطاء في عملية الإبحار خلسة، وكانوا ضمن المهاجرين غير نظاميين على متن القارب المنكوب. قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بالسجن مدة 3 أعوام في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال عن كل قضية من 4 قضايا منشورة في حقه مع المنع من الاقتراع، وهو ما يعني أن مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه تصل إلى 12 سنة وفق المتحدث باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 سامي صمدحي في تصريح للإذاعة الوطنية. بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمترشح العياشي زمال، تم أمس 30/9/2024 قضاء في شأنه في عدد 4 قضايا بالسجن مدة 3 سنوات مع عقوبة تكميلية بمنع الحق من الاختراع. هم 4 قضايا متعلقة بشبهة تزوير تزكيات وباستعمال معطيات شخصية للغير، معناها عن طريق الحيلة، تم إحالتهم من قبل النيابة العمومية، وتم في القضاء في شأنهم كما قلت لكم 3 سنوات سجن في كل قضية مع منع الحق من الاختراع بالنسبة للمترشح وبالنسبة للمكلفة بجمع التفكيك. في سياق آخر، وفي إطار الاستعداد الجيد للموسم الزراعي القادم، تم إحداث خط تمويل جديد من البنك التونسي للتضامن لفائدة صغار منتجي الحبوب وفق شروط تفضلية وبإجراءات مبسطة حسب ما صرح به للأخبار اليوم المدير المركزي للتمويل بالبنك محمد علي النهيدي. جاء ذلك خلال إمضاء اتفاقية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك التونسي للتضامن أمس لإحداث برنامج خصوصي جديد لتمويل موسم الحبوب القادم لإسناد قروض موسمية. البنك التونسي للتضامن إلى الموسم الفلاحي 2024-2025 وضع اعتمادات بقيمة 20 مليون دينار لتمويل صغار الفلاحين لزراعة الحبوب. تم تدعيم هذا البرنامج باعتمادات جديدة بقيمة 8 مليون دينار، وهي اعتمادات مخصصة كيف لصغار المزارعين بشروط تفاضلية دون ضمانات وبنسبة فائدة قارة ب 5% فقط.
وهو خط جديد يدعم الخطوط السابقة لدى البنك التونسي للتضامن. وفي هذا الإطار أقع تنظيم ورشة عمل بالأمس بمقر وزارة الفلاحة، وأقع تدارس إجراءات تنفيذ خط التمويل الجديد والإجراءات العملية لتطبيقه بالسرعة والنجاعة المطلوبة لتمكين صغار الفلاحين من الاعتمادات اللازمة للانطلاق في البذر والحرث والاستعداد الجيد للموسم الفلاحي وموسم زراعة الحبوب بالأساس. أكد مدير عام البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود خلال يومين إعلاميين الوزارة بصدد إعداد استراتيجيات وطنية جديدة للبحث العلمي والتجديد على المدى المتوسط، بالإضافة إلى إجراءات ومشاريع أخرى بهدف تثمين نتائج البحث في تونس. الإعلامي هذا يحاول نقدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي للسادة منتخبين جدد، شنو الإجراءات شنو المسارات اللي تخص البحث العلمي، هذا مهم لهم هما للتسيير نتاعهم. نحبوا زادا نسمعوا رأي المسيري المديرين وعمداء المؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، المشاغل نتاعهم فيما يخص البحث العلمي، نظرتهم للبحث العلمي في تونس. الهدف الثالث، الوزارة قامت مؤخرا بعديد مشاريع استراتيجية على مستوى البحث العلمي، اليوم نحبوا نشاركوا السادة المديرين والسادة العمداء في الإجراءات الجديدة. من بين الإجراءات إرساء استراتيجية وطنية جديدة للبحث العلمي والتجديد على المدى المتوسط، مراجعة دراسات الدكتوراه، مشروع مهم قاعدة تقدم عليه الوزارة، وعديد الإجراءات والمشاريع الكبرى اللي قاعدة تقدم عليها الوزارة ذات الطابع الاستراتيجي. وأضاف مدير عام البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود في تصريح لنفيسة حسنية أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى جعل منظومة البحث العلمي في تونس داعما للاقتصاد الوطني. تونس عندها منظومة تعليم عالي وبحث علمي مهمة وقاعدة تحقق في نجاحات على مستوى الإنتاج العلمي على مستوى الكفاءات الجامعية التونسية. كذلك تونس اليوم عندها نسيج اقتصادي مهم، لكن اليوم حلقة الأضعف هي تثمين نتائج البحث. ومن أهم الأهداف الاستراتيجية الوطنية هي كيف نجعل منظومة البحث العلمي في خدمة النسيج الصناعي والاقتصادي في تونس، باش تكون استراتيجية تخص كل الوزارات اللي عندها نشاط بحثي على مستوى هيكل البحث، باش نحاولوا مع بعضنا يكون عندنا رؤية على المدى المتوسط للبحث العلمي، باش يكون بحث داعم للاقتصاد الوطني بطبيعة، باش تشمل جوانب أخرى مثل حوكمة منظومة البحث العلمي في تونس من خلال تمويل وتعدد تمويلات البحث العلمي في تونس. في سياق آخر، تحيي تونس اليوم مع المجموعة الدولية اليوم العالمي لكبار السن الموافق للأول من أكتوبر من كل سنة تحت شعار تقصي الهشاشة لدى كبار السن ورعايتهم من أجل شيخوخة آمنة. وبهذه المناسبة تنظم وزارة الصحة جملة من الأنشطة التوعوية للتحسيس بأمراض الشيخوخة وتقصيها، ومنها يوم طبي متعدد الاختصاصات بمركز رعاية كبار السن أم الخير في رواد، تتلوه أيام طبية بمراكز كبار السن بكافة الجهات. وتعد تونس حاليا أكثر من 1,600,000 مسن، أي ما يمثل نسبة 14% من مجموع السكان في البلاد. ويشار إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أصدرت مؤخرا 36 قرار متعلقا بإسناد منحة للتكفل بكبار السن لدى أسر بديلة غالبيتها من العائلة الموسعة وأقارب المسن، وذلك في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السن. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في متابعة لتطورات الأوضاع في لبنان، فند مسؤول الإعلام في حزب الله اللبناني محمد عفيف اليوم الإدعاءات الصهيونية بشأن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، مشددا على أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بين مقاتلي الحزب وقوات الاحتلال. من جهته أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق فجر اليوم عملية برية محددة في لبنان تستهدف البنى التحتية لحزب الله قرب الحدود. يأتي التصعيد العسكري الإسرائيلي في وقت تتتالى فيه التحذيرات من اجتياح بري إسرائيلي واسع النطاق. التفاصيل في التقرير التالي لإقمار الغربي في قراءة منيا السياري.
فند مسؤول الإعلام في حزب الله اللبناني محمد عفيف اليوم الادعاءات الصهيونية بشأن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، مشددا على أنه لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بين مقاتلي الحزب وقوات الاحتلال. كما أعلن إطلاق حزب الله اليوم رشقات صاروخية باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى وقصف تجمع لجنود العدو قرب بلدة روش بين شمال إسرائيل واستهداف ثكنة دوفيف. كما أطلق الحزب صواريخ على قاعدة تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومقر الموساد بضواحي تل أبيب، مؤكدا أن ذلك ليس إلا بداية، مشيرا إلى أنه قصف أيضا موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفر شوبة المحتلة بصواريخ كاتيوشا. وإسنادا للجبهتين اللبنانية والفلسطينية، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وأيلات وتحقيق أهدافهما. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إطلاق عملية برية محددة في لبنان، قال إنها تستهدف البنى التحتية لحزب الله قرب الحدود وتأتي في إطار تحقيق أهداف الحرب لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي إن التوغل البري الواسع في لبنان ليس مطروحا على الطاولة، وإن الجيش يشن غارات محدودة ودقيقة على مناطق حدودية فقط. ومع دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان منعرجا خطيرا، حذرت الأمم المتحدة اليوم من عواقب اجتياح بري إسرائيلي واسع النطاق للبنان. كما حذر الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من أن أي عبور إلى لبنان يعد انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، داعيا الأطراف كلها إلى التراجع عن مثل هذه الأفعال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وسفك الدماء. وفي تطورات الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، سشهد اليوم لا يقل عن 21 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي شن هجمات ضد قوات العدو الصهيونية في عدة مناطق بقطاع غزة بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر وعبوات ناسفة. في المقابل قال جيش الاحتلال إنه استهدف مراكز قيادة تستخدمها حركة حماس، متهما إياها باستخدام السكان والمرافق المدنية لأغراض عسكرية وهو ما تنفيه حماس. فيما اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فيها. نقطة ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. انتشال 15 جثة في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جربة، وارتفاع عدد الناجين إلى 31 شخصا. إحداث خط تمويل جديد للبنك التونسي للتضامن لفائدة صغار منتجي الحبوب. في اليوم العالمي للمسنين أنشطة متنوعة للتحسيس بأمراض الشيخوخة ودعم لبرامج التكفل بكبار السن. وفي العالم، حزب الله اللبناني يفند دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان وينفي حدوث اشتباكات برية مع قوات العدو. والأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب اجتياح بري واسعة النطاق للبنان. إلى اللقاء.